النهارده الاهلي متعود على البطوله، بقى له فتره البطوله معاه، هو حامل اللقب. الزمالك بقى له فتره البطوله مش معاه، واكيد جمهوره عايز البطوله وعايز اللقب. طبعا مين الاهدى بقى؟ برضه لا، نادي الزمالك. بص انا اريحك، يعني انا كل مباراه هينزل نادي الزمالك والنادي الاهلي عايز يكسب الثلاث نقاط. حته الهدوء دي مش في الكوره بقى، انا عايز انا اريحك اريحك. دي شخصيات لعيبه، في لعيب بطبعه هادي وفي لعيب بطبعه بيتوتر، في لعيب عصبي وفي لعيب لا الدنيا بالنسبه له. بلاعب ريال مدريد زي ما بلاعب الزمالك، زي ما بلاعب الترسانه، زي ما بلاعب المحله، زي ما بلاعب المقاولين، كلها هو تركيزي واحد، برتم واحد، بهدوء واحد، ورتم اللي هو رتم عالي. خلاص، فانا بطبعي هادي، في واحد تاني بطبعه بيتوتر، فهي ملهاش علاقه مين اهدى، هي ليها علاقه بان الرغبه بتاعت المكسب، مين اللي عنده رغبه، مين اللي عنده رغبه اكتر، الاهلي ولا الزمالك؟ الاثنين عندهم رغبه طبعا، الاثنين عندهم رغبه. في الاخر الرغبه، انت بقى بيجي لك فرص، انت اللي هتستغل فرصك، انت اللي هتادي اداء احسن، انت اللي هتبقى راجل في الملعب. على حاجه عماد، في حاجه كمان، انت دلوقتي هديك مثال بحاجه سيف، معلش انت هتقعد تقول لي اهدى تاني؟ طب اديني فرصه الوقت. طيب بص، اللي مذاكر كويس وعنده ثقه في نفسه حسب شخصيته هو ده الاهدى. هتقول لي الاهلي والزمالك، هقول لك الاثنين فرق بطولات، فهم على طول دايما في تطلعات وطموحات ومطالبين من الجمهور بضغط ان هم على طول يحققوا كل البطولات. صح. طب صح، الحمد لله انت مقتنع. هو ده ليه بقى؟ شالوك انت كابتن سامي من الحته، فعمال تقول لهم اه طلعت. لا الناس دي كويسه قوي، الناس دي والله في الثلاثه طيبين، الناس دي زي الفل والله. ليه بقى؟ ليه في لعيبه بتروح النادي الاهلي وبتروح النادي الزمالك ما بتنجحش؟ ما بتستحملش الضغط، بس هي دي الفكره. مع ان خلي بالك ما فيش ضغط لغايه دلوقتي جماهيري، بالظبط ضغط سوشيال ميديا لو في الملعب في الاستاد في 50,000 حاجه في نفسكم. صح، عشان الهدوء بس نخلصها.